وتقضي الزمان بغير اعتبار ويداك أبصر من الغفلة ولا تاك يوما مع السادرين وتحيا بعيدا عن السنة ولا تتبع أي خلق مشين فتجهل الملام مع الحسرة فأنت الحري بحسن الفعال ونبل الخصال مع الصحبة تطيب الحياة بتقوى الإله فذاك السبيل إلى الجنة هلما نعش بالكتاب المبين وهدي إمام الورى قدوتي محمد صلى الله عليه وسلم قدوتي لأني أحبه شاركنا الآن وعبر عن حبك على موقع قدوتي.com